السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم غادي ندير واحد الكاطو اللي هو كيجي لذيذ بزاف وسهل. بسم الله. دابا غادي نبداو في المقادير. غادي نحتاجو 6 ديال البيضات، 150 غرام ديال السكر سنيده، 200 غرام ديال الطحين بيض، قليل من الملح، 3 د المعالق ديال الكاكاو، ساشي ديال البيكين باودر، ساشي ديال الفاني. وعلى بركة الله غادي نبداو في طريقة التحضير. دابا كما كتشاهدوا وضعنا البيض في الخلاط الكهربائي وزدنا عليه سكر سنيدة، ساشي ديال الفاني، قليل من الملح، وغادي نطربوه مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو. وهنا كما كتلاحظوا بعد ما تضاعف الحجم ديال البيض، يعني القوام ديالو كيولي مضاعف، كيولي على هاد الشكل هذا، كنحطو على جنب. كناخدو المواد الجافة، الطحين والكاكاو والخميرة، بعد ما غربلتهم المرة الأولى عاودتهم دابا المرة الثانية كما كتلاحظوا. قسمنا الخليط 3 المرات، يعني 3 قسمنا الطحين، نحركو على جهة واحدة باش الهواء ديالو ما يخرجش. كما كتشوفوا بالمهل، انا غير كنجرب بالكاميرا هكا نحسب الوقت غير بشويه. هاد الكيك هذا يعني كل شيء يقدر يصايبو، ساهل وماشي محتاج يعني حتى شي خبره ولا شي حاجه، يعني كل شيء يقدر يصايب هاد الكيك، اللي هو بسيط بدون تعقيدات. يعني كما كتشوفوا كيجي القوام ديالو على هاد الشكل، كيجي متماسك، ما خرجناش منه الهواء ديالو. كنصبوه في القالب اللي هو مدهون بشوية الزبدة والطحين، يعني الكل كيعرف هاد الطريقة. هادي الكيك كما قلت لكم كيجي زوين، كيجي طالع وبسيط، ويمكن لأي سيدة أنها تحضر في البيت ديالها. دابا غادي ندخلو الفران. هذا هو الكيك بعد ما صبيناه في القالب، غادي ندخلو الفرن على درجة الحرارة 170 درجة، وعلى حساب كل سيدة الفرن ديالها. ودابا غادي نصايبو واحد المغمولاد بالفراولة. غادي ناخدو واحد الكاسرونة، نضيفو عليها واحد 250 غرام ديال الفراولة، نصف كأس ديال السكر سنيدة، ونصف كأس من الماء. غادي نخليوهم على نار مهيلة حتى تماسك هاد المكونات وتعقد، باش نسقيو بها الجينواز ديالنا عوض السيرو، كيجي غزال. هذا هو الكيكه البنات، كيجي طالع وناجح كما كتلاحظوا، انا صورته لكم في الفرن، كيجي مزيان. هنا الكيك بعد ما خرجناه من الفرن خليته 10 دقائق حتى برد شويه، درته في اللاطة هكا قدامكم كما كتشوفوا، جا منفوخ وكيجي غزال. ودابا غادي نصيبوا الكريمه باش نعمروا الكاطو ديالنا. غنحتاجوا 500 غرام ديال لاكريم، 150 غرام ديال السكر سنيدة. غادي نطربو شوية، وغادي نزيدو عليها الماسكاربون كما كتلاحظو. الماسكاربون كيخلي الكريمة كتجي واقفة وكتجي لذيذة وما كتهبطش، يعني كتبقى متماسكة. ودابا كما كتلاحظوا من بعد ما صيبنا الكريمه ديالنا ولات واقفه،
غادي نعمرو الجيب الحلواني ديالنا. كما كتلاحظوا كناخدو الكاطو كنخويو على هذاك السيرو اللي صايبنا على شكل كونفيتور ديال الفخيز والسكر والقليل من الماء كما قلنا قبيله في الوصفه. وغادي نديرو طبقه ديال الكريم كما كنشوفوا هكا بهذا الشكل او اي شكل يعني كيبغي كل واحد، كل واحد واش تيبغي صايب. بحال هكا حتى نعمرو كاع الفراغات. وغادي نوضعو الطبقة الثانية حتى هي بنفس الشكل بنفس التقنية. ودابا دهنا الطبقة الأخيرة ديال الكيك بالقليل من كراميل كيجي لذيذ. انا كيعجبني شخصيا، كل واحد والاختيار ديالو، كاين اللي دار الشوكولا، كاين اللي كيدهن عاود بلا كريم، انا درت الكراميل حتى وليداتي كيبغيو بحال هكا. التزيين كيبقى اختياري. انا بارطاجيت معكم هذه الوصفه هذه لانها سهله بزاف. السيدات كيبغيو يصيبوا الكاطو كيجيهم باللي في تعقيدات، فيه بزاف ديال الطبقات، هو سهل. اكيد كل سيده غادي تصيبو في البيت ديالها وغتفرح وليداتها. هنا كما كتشاهدوا التزيين كيبقى على حسب كل سيده كما قلت. عاود درت لي عاود من الفوق الكراميل، قليل من حبيبات الشوكولا، قليل من الفواكه، يعني اللي متوفر في البيت اي حاجة، ماشي بالضرورة الفراولة، اي حاجة ممكن يستعملها الواحد. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا، كيجي غزال وكيجي لذيذ وغادي يفرح وليداتكم. اي سيدة غادي تنوض دابا تنوض تحضروا في البيت ديال وليداتها باش تفرحهم. هو سهل وبسيط. واللي عجبته القناة ديالي اشترك فيها ويفعل الجرس. السلام عليكم.